يقول: صمت يوم الأحد منفردا سهوا اعتقادا أنه الاثنين، وأردت أن أكمل صيام يوم الاثنين، لكن كنت مريضا لا أستطيع ذلك، فهل علي شيء وهل صيام الأحد صحيح؟ ليس عليك شيء، ويرجى أن تؤجر على صيام يوم الأحد، لأنك لم تتعمد إفراده، وإنما ظننت أنه يوم الاثنين، فأنت على نيك إن شاء الله.